هناد محمد من نادي الشباب قصي. من الناحيه ديال السباق ياكو كان رائع بالنسبه للناحيه الاخوان ديال الجامعه ديال الاعضاء ديال العصبه ولا فرق الانديه، من ناحيه السكينه ديال العرائش اللي هما كانوا حاضرين بكثافه وشافوا هذا المنظر الجميل ديال هذه الرياضه هذه، ولهذا كنشكروا الناس ديال السكينه والحمد لله. كان السباق داز رائع في المستوى والحمد لله، لان البارح كان في مدينه القصر الكبير حتى هو كان سباق على الطريق باتجاه القله، كان ممتاز للمسافه ديالو 100 كيلومتر. الحمد لله كان كتميز بالجبال وبالويدان سد واد المخازين، وهذا كان ممتاز، الطبيعه كانت غزاله، ولهذا كنشكر الناس المنظمين وشكرا، بارك الله فيكم.